مساء الفل، معاكم النهارده منا من Arab Developers Holding. شركة موجودين في الماركت من 2005، عندنا اكتر من مشروعات جوه مصر وبره مصر، عندنا مشروعات على البحر المتوسط ومشروعات على البحر الاحمر ومشروعات في القاهرة، وكمان وصلنا لأبر ايجيبت في الصعيد، مشروع نيوم اسيوط. خلينا نبدا شويه نحكي عن مشروعاتنا. مشروع على البحر الابيض المتوسط، في عندنا سيا لاجونز، سيا فيلاجي، وسيا ديتسي في قلب العالمين، وكمان سيا مطروح في مرسى مطروح، وكمان لو هنتنقل للسخنه فاحنا عندنا سيا جراند فيو وسيا ايلاند. كمان نوصل للقاهره في عندنا نيوم نيو كايرو في على 90 الشمالي، زائد نيوم المستقبل سيتي في قلب مدينه المستقبل سيتي على محور الامل مباشره، وكمان بنكمل من على الدائري الاوسطي نوصل لنيوم اكتوبر، كمان بعدها شويه على بعد دقائق من المتحف المصري الجديد نيوم بيراميدز، وده اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. احنا النهارده موجودين في واحد من اهم المشروعات بتاعتنا، مشروع نيوم بيراميدز. المشروع بتاعنا اللوكيشن بتاعه مميز جدا لانه موجود في قلب منطقه القصور والفيلات جنب جنات العزيزيه وقدام فندق الواحه مباشره. المشروع بتاعنا كمان بيتميز باللوكيشن مميز لانه على بعد دقيقتين من المتحف المصري الجديد، وكمان على بعد تقريبا 10 دقائق من الاهرامات. المشروع بتاعنا هنا مبني على مساحة 24 فدان، وكمان متكون من 10 عمارات وفندق وممشى سياحي. العشر عمارات عندنا بتتكون من دوبلكسز وشقق عادية اللي هي فلات، عندنا كمان وحدات مميزة جدا لان الفيو بتاعنا حلو جدا شايف مصر كلها من فوق، لان المشروع مبني على تبة عالية على ارتفاع 11 متر عن سطح الارض، وده اللي بيخليك تكون شايف مصر كلها من فوق، بلس كمان المناطق الخضراء اللي موجودة على طريق الاسكندرية الصحراوي. عندنا مجموعة من الفاسيلتيز هنا اللي بتميز المشروع، ان احنا كمان بنقدم الخدمة الفندقية للمشروع بالكامل، وده طبعا اللي بيقدم لنا فكرة ان احنا بنسهل علينا لو احنا مأجرين لمجموعة من السياح يقدروا ان هم يستفادوا بالخدمة الفندقية، مش هيكونوا حاسين ان الموضوع بعيد شوية عليهم، وخصوصا كمان ان هم قريبين من المتحف المصري والمناطق الأثرية اللي بيحبوا يزوروها. كمان في عندنا هنا هيكون في ستريب مول بيقدم مطاعم، كافيهات، صيدليات، بنوك، أي حاجة من الخدمات اللي احنا بنحتاجها هتكون موجودة هنا. خلينا نتكلم عن البيمنت بلان بتاعتنا كمان، اللي هي بتكون حلوه وبسيطه جدا، ان احنا عندنا بيمنت بلان 5% مقدم واقساط على 9 سنين. التسليمات هنا بتبدا من اول 6 شهور، معانا لحد اقصى تسليم سنتين. خلينا نفوكس على يونت معينه، وهي يونت بمساحه 135 متر، هايل جدا، متقسم 3 غرف بسعر بيبدا معانا من 2,400,000، وكمان ان احنا نقدر نقسط مقدم بتاعه 5% بتتمثل في 121,000، وبنقسط الباقي على 9 سنين، يعني احنا هنا بمقدم 121,000 نقدر ان احنا نمتلك المشروع الهايل ده باحسن لوكيشن كمان، وكمان هتأجره ويجيب لك عائد حلو جدا لانه قريب من المنطقه الاثريه زي ما قلت. وكمان زي ما وضحت لسيادتكم ان عندنا الاستلامات هنا بتستارت معانا من 6 شهور، معانا لحد اقصى تسليم لمده سنتين. واخيرا حابين نشكر شركه ميلستون ان هي شرفتنا النهارده في المشروع بتاعنا، وكمان هنستناكم في فيديو استنى لتوضيح كل المشروعات بتاعه الشركه بتاعتنا. ميرسي جدا.